بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد رئيس الجمهورية، الحضور الكريم، أقف أمام سيادتكم في هذه اللحظة يملأني الفخر والاعتزاز، إذ نشهد مع سيادتكم إحدى الثمار التي اعتادت مصر جنيها منذ توليكم أمانة قيادة مصرنا العزيزة. سيادة الرئيس، إنما نحن بصدده اليوم ليجسد نموذجا طالما ناديتم به سيادتكم أن يعظم دور البحث العلمي بمصر، بحيث يصبح قادرا على تخليق كيانات صناعية ذات مردود اقتصادي يحمل معه آمال سيادتكم ومساعيكم الصادقة نحو حاضر أفضل وغد مشرق بإذن الله. سيادة الرئيس، لقد ظل هذا المشروع حلماً يراودنا عقوداً طويلة منذ أن بدأت هيئة المواد النووية دراساتها حول استكشاف وتقييم الرمال السوداء وفصل معادنها الاقتصادية بدءاً من المستوى البحثي ووصولاً إلى المستوى النصف صناعي وانتهاءً بإعدادها دراسات جدوى استغلال الخام والتي روجعت وقيمت من كبريات الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، مما أسفر عن توافر قاعدة علمية وطنية ذات خبرة تطبيقية مميزة بهيئة المواد النووية، أمكن وبكفاءة عالية البناء عليها بالتنسيق والتعاون التام مع الشركة المصرية للرمال السوداء وتحت رعاية كاملة من قلعتنا الوطنية العملاقة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والمتابعة الدقيقة والدعم الكامل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. سيادة الرئيس، أقولها وبكل يقين، لولا رؤية سيادتكم بعد توفيق الله عز وجل نحو إدارة أفضل لثروات مصر التعدينية وتأكيد سيادتكم على ضرورة أن يكون النشاط التعديني أحد أهم الدعائم الرئيسية للتنمية في مصر، ما كان لهذه المشروعات أن تخرج للنور، ولظلت دراسات الرمال السوداء حبيثة الأدراج، ولظلت حبات هذه الرمال تلاطمها الأمواج، كما كانت توجيهاتكم الدائمة فخامة الرئيس بالعمل على تحقيق مبدأ تعظيم القيمة المضافة للخامات المصرية، وألا يقتصر العائد الاقتصادي من مشروع الرمال السوداء على إنتاج وتسويق المعادن وحسب، ولكن ناديتم سيادتكم بأن تبنى استراتيجية المشروع على معالجة المعادن واستخلاص ما بها من مخزون من العناصر الاقتصادية والاستراتيجية، والتي أصبحت اليوم محوراً لصراع الأقطاب العالمية التي تسعى جاهدة لامتلاك أودية الصناعات التكنولوجية المتقدمة. فإلى جانب ما تفخر به الرمال السوداء من عناصر التيتانيوم والزركونيوم والتي تمتلك طيفاً واسعاً من التطبيقات الصناعية الدقيقة، تأتي العناصر الأرضية النادرة أحد المكونات الرئيسية لمعدن المونازايت لتتصدر أجندة احتياجات الدول الصناعية الكبرى، حيث تمثل هذه العناصر عصب الصناعات التكنولوجية والإلكترونية المتقدمة بالإضافة إلى مجالات الذكاء الاصطناعي، وتقدر عوائد مشروعات القيمة المضافة بما يقارب 6 مليار من الدولار بمشروع البرولوس فقط. وهنا يجب أن نستحضر توجيه سيادتكم في رؤية غير مسبوقة بضرورة العمل على توطين الصناعات التكنولوجية في مصر وعلى رأسها الرقائق الإلكترونية والخلايا الكهروضوئية،
انطلاقاً من الخامات المصرية لتكتب سيادتكم لمصر فصلاً جديداً من الريادة يتسق وطموحات الجمهورية الجديدة. وقد كان لهيئة المواد النووية شرف تكليفها ضمن مجموعة العمل المشاركة في هذا الملف القومي الهام. سيادة الرئيس، إلى جانب البعد الاقتصادي، يمثل مشروع استغلال الرمال السوداء قيمة بيئية، كونه يعزز من خفض احتمالات التعرض الإشعاعي للبيئة الساحلية المصرية ولقاطنيها، فضلاً عن انعدام تام للانبعاثات الكربونية، مما يمهد الطريق لإقامة المشروعات السياحية والاقتصادية بالمنطقة. ويكمن البعد الاجتماعي للمشروع فيما يوفره من آلاف من فرص العمل لأهالي مناطق تواجد الخام، والتي ستتضاعف مع استكمال مخطط تعظيم القيمة المضافة لهذه المعادن، مما يعزز من تحسين البيئة المجتمعية. هذا إلى جانب ما ساهم به المشروع من إعداد بنية تحتية من خطوط الكهرباء والمياه وتمهيد الطرق، بالإضافة إلى ما تم تقديمه من قبل الشركة المصرية للرمال السوداء من بعض الخدمات المجتمعية العينية بمناطق المشروع، وهو ما يعد تطبيقاً عملياً للمبادرة الرئاسية مبادرة حياة كريمة. سيادة الرئيس، إن الأبعاد الثلاث من مظاهر التنمية الاقتصادية والبيئية والمجتمعية لتضع مشروع الرمال السوداء في مصاف مشروعات الاقتصاد الأخضر. إن ما ترونه سيادتكم الآن يعكس الكفاءة الوطنية في الإنجاز والتنفيذ، فباستثناء توريد المعدات فإن كافة الأعمال كانت بأياد مصرية خالصة من خلال الشركة المصرية للرمال السوداء وهيئة المواد النووية، بالإضافة إلى الشركات الوطنية العاملة في مراحل الإنشاء، حيث بلغ المكون المحلي ما يزيد عن 60% من إجمالي المشروع. أما عن حرصكم الدائم فخامة الرئيس على حظوظ الأجيال القادمة من هذه المقدرات، فاسمحوا لي سيادتكم بأن أبشركم بأن مصر تملك احتياطيات هائلة تصل إلى 5 مليارات من الأطنان من الرمال السوداء الحاملة للمعادن الاقتصادية، تنتشر على ساحلي البحر المتوسط والبحر الأحمر، وما زالت هناك العديد من المناطق لم تنتهي أعمال تقييمها بعد، ومعها ستتضاعف احتياطيات الخام وحجم الاستثمارات المتوقعة، بما يضمن لمصرنا العزيزة والأجيال القادمة من أبنائها مردوداً اقتصادياً مستداماً ومزيداً من الصناعات القائمة على هذه المعادن. سيادة الرئيس، يحمل المشروع على عاتقه المساهمة في استراتيجية الدولة تجاه تنمية شمال سيناء، في ظل ما كشفت عنه دراسات هيئة المواد النووية عن تواجد واحدة من أكبر احتياطيات الرمال السوداء بمصر، والتي تصل إلى 930 مليون طن، بمحتوى من المعادن الاقتصادية يصل إلى 13 مليون طن، وذلك على مساحة 30 كيلومتر مربع فقط من امتداد الخام، ويتبقى ما يقرب من 200 من الكيلومترات المربعة لم يتم تقييمها بعد، مما يعني المزيد والمزيد من احتياطيات الخام. وبعيداً وليس ببعيد عن الرمال السوداء، تستعد هيئة المواد النووية للإعلان عن احتياطيات جديدة لخامات ذات صلة تضفي بعداً اقتصادياً جديداً
في مسار التنمية التعدينية بجنوب مصر ليؤكد على إشارات الخير التي أجراها الله عز وجل على أيديكم سيادة الرئيس. السيد الرئيس، إنما يشيد على أرض مصر يوماً بعد الآخر من إنجازات قومية تغطي مناحي الحياة، يجعلنا موقنين بفضل الله أولاً ثم بقيادتكم الحكيمة وجهدكم المتواصل بأن مصر ستكون في طليعة الدول التي تجتاز موجات الأزمات الاقتصادية التي تجتاح العالم أجمع، وكلنا عليها شهود. وأخيراً أسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر تحت قيادتكم، وأن يزيدكم عزماً على عزمكم، وقوةً إلى قوتكم، لتحقيق طموحاتكم نحو دفع الوطن العزيز لمكانته التي تليق بتاريخه وعظمته. حفظكم الله لمصر، وحفظ بكم شعبها وجيشها ورجال أمنها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا دكتور حامد، اتفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اسمح لي اقول انا كنت يعني سعيد باللي انت قلته، ولكن انا عايز توضح للناس في مصر اللي بتسمعنا دلوقتي وتشوفنا الحكايه ديت بدات امتى كتاريخ لفهم واكتشاف الموضوع ده في مصر. يعني انا عايز اقول يمكن اكتر من 80 سنه 90 سنه. حقيقة. فانا بس بقول ده، انا كنت عايز دكتور حامد يشير لده، وعايز اقول احنا لما اتكلمنا في الموضوع ده من 5 سنين ما حدش كتير شجعنا دكتور حامد، ما حدش شجعنا كفكره يا دكتور مصطفى. ليه؟ لان طبعا دراسات الجدوى خدت 3 سنين، ومين هيدفع ثمن حاجه زي كده؟ انا بقول الكلام ده لينا كلنا كمصريين. لكن بعد ما عملنا الفكره ديت وتحركنا في المسار ده، طب ما تتكلم انت الاول على الموضوع وبعدين ابقى اعلق انا. اتفضل اشرح للناس. شكرا يا فندم. عشان يفهموا الموضوع ده اكتر، لان احنا يمكن اول مره الناس تسمع حاجه اسمها رمال السوداء في مصر. صحيح. النهارده ولا ايه؟ صحيح. فضل. يا فندم، زي ما سيادتك تفضلت، الموضوع بيعود الى سنوات ماضيه. هيئه المواد النوويه كانت اكتشفت عن طريق الطائره الاستكشافيه ليها اماكن تواجدات الرمال السوداء بطول 400 كيلو متر على الساحل الشمالي، ثم تبع ذلك بدأت دراسات حقلية ومعملية لتأكيد هذه الاستكشافات، إلى أن وصلنا أن عملنا دراسة جدوى بالتعاون مع شركة روش مايننج. ولكن يظل ذلك يا فندم أوراق ودراسات حبيسة الأدراج. كنا محتاجين لإرادة سياسية قوية لإسقاط هذه الدراسات على أرض الواقع. الحقيقة أني كانت في جملة أنا يمكن حذفتها من كنت بقول تلاطمها الأمواج وتعبث بها أيادي العابثين، لأن هي كانت ثروة مهدرة للأسف، مع أن فيها مواد إشعاعية لكن كان بيستخدمها الأهالي في بناء وغير ذلك. فهي كانت بكل المقاييس ما بين أمواج البحر وما بين أيادي العابثين، فكانت ثروة مهدرة تماما، كانت تحتاج فقط الدراسات قائمة، الدراسات موجودة، على فترات بنروح ونيجي نقدم ورق ونعود للخلف مرة أخرى، سنوات طويلة وعقود طويلة بتستنزف هذه الدراسات وبتستنزف هذه القيمة اللي الشعب محتاجها والمواطن المصري محتاجها عبر أجيال يا فندم طويلة تستفيد من هذه الرمال بإذن الله والعائد الاقتصادي ليها. بدأنا حضرتك أو سيادتك في 2014 نتقدم بهذه الدراسة مرة أخرى، وكان سيادتك أنا أفتكر مقولة هامة جدا لسيادتك: هل هذا الكيان من الممكن أن يكون كيان وطني؟ وكان بيحمله معالي الوزير الدكتور شاكر لسيادتك. فهل كان دايما سؤال سيادتك هل ممكن هذا الكيان يبقى كيان خاص بمصر وكيان وطني؟ وكانت الإجابة الحمد لله في وجود كيان قوي القوات المسلحة أن تدعم وتنجح هذا المشروع. وبالفعل سيادتك أطلقت إشارة البدء بإنشاء الشركة المصرية للرمال السوداء. ظل التعاون وثيق بين هيئة المواد النووية والشركة المصرية، وكل لبنة بتوضع كنا مش مصدقين. يعني أنا يعني شرفت إن أنا وأنا معيد في أول تعييني كنت في البرولس على الرمال السوداء، وبقيت أنظر لهذا الكنز، هل هيجي يوم
وهل هتيجي رؤية سياسية وقيادة سياسية تحقق لنا هذا الإنجاز زي ما تحقق الحمد لله في الضبعة؟ يعني أنا دايما بقول المشروعين دول إرادة سياسية بحتة وإرادة سياسية قوية ونية صادقة لخدمة مصر. الحمد لله الكيان على مدار الدعم اللي احنا لقيناه من سيادتك الفترة اللي فاتت أصبح الحلم زي ما السادة الزملاء قالوا، الحلم أصبح حقيقة. في معاناة كتير، في توفير موارد مالية كتير جدا تحملتها الحكومة في وقت صعب جدا كل ده، لكن بنوعد سيادتك ان مزيد من استدامة احتياطيات هذا الخام اللي احنا نقدر نقدمه لسيادتك، ان احنا بإذن الله والضمن ربنا طبعا ان احنا نعمل على تكثيف الاستكشافات لضمان استدامة هذه الخامات، بحيث احنا قلنا 200 سنة، لا ده ان شاء الله عندي يقين تام بفضل ربنا ان سنتعدى هذه السنوات ال 200 سنة من عمر اجيال واجيال، لان البلد دي محفوظة من ربنا. ويعني واقولها تاني على ايد سيادتك، في اشارات خير كتير جدا بنقابلها حتى في حياتنا، في حياتنا العلمية والشخصية. فانا مهما قلت مش هقدر اشكر سيادتك على ملف التعدين المصري عموما بصفة عامة، لان سيادتك اهتمام غير مسبوق، واذا ادير بهذه الكيفية ملف التعدين المصري قد يصبح قاطرة تنمية حقيقية لبلدنا العزيز يا فندم. طب انا بشكرك يا دكتور حامد، وعايز اطمن برضو الناس على البعد البيئي، والبعد البيئي مش فقط نتائجه بعد ما المشروع يخلص في المنطقة اللي بيشتغل فيها، لا انا ايضا الناس العاملين في هذا الامر، فضلك يعني. الحقيقة فندم النقطة اللي سيادتك أثرتها دي نقطة مهمة جدا. هو معمول للمشروع دراسات بيئية على أعلى مستوى، دايما العاملين في المشروع تحت رقابة شديدة جدا، ورجال هيئة المواد النووية الوقاية الإشعاعية قاعدة معاهم ليل نهار بأجهزتهم، في فيزيكال بروتكشن رائع، حماية ليهم رائعة. حتى احنا يا فندم منظمين ساعات عملهم بحيث ما يتعرضوش لجرعات عند ليميت معين، بنحط العامل قدام ساعات معينه لو زاد عنها ممكن يتعرض، لكن احنا حاطين له ساعات. تاني حاجه سيادتك بالنسبه للمونازايت بالذات والزيركون دول محفوظين في باكج معين بيمنع التسريب الإشاعي تماما، المنظومة قوية جدا، لأن يهمنا في الأول والآخر بيئة العمل وسلامة بيئة العمل بما فيها العاملين. فأنا بطمن سيادتك جدا للبعد البيئي متوفر تماما، مفيش أي مشاكل بيئة ممكن يتعرضوا لها خالص، ساعات العمل منتظمة، الجرعات الإشاعية ضعيفة لا ترقى إن هي تصيب أحد لا قدر الله، كل شيء تقريبا محسوب في هذا المشروع الصديق تماما للبيئة. طيب انتوا لو انتوا شايفين ان احنا محتاجين مواد لارتدائها للعاملين او كده، احنا مستعدين نعمل ده، يعني نبقى متحوطين اكتر طبعا، حارسين اكتر طبعا، عشان في النهايه ما هو اللي شغال مش شغال يوم ولا شهر، ده شغال على طول. صحيح. فاحنا عايزين نبقى مطمنين من الكلام ده، لان دول اهلنا طبعا، عايزين نطمن ان الشغل ده ملوش اي تاثير صحي على الانسان من خلال الاجراءات اللي بتتعمل بالدراسات اللي انتوا عارفينها تمام، والمعايير المعمول بيها تمام، وايضا بالاحتياطات اللي احنا تمام ممكن نحققها تمام. يتبقى شيء عايز اقوله للمشروع دوت، احنا انتظرنا المشروع ده فتره كبيره قوي، لان كنت يعني كنا متابعينه مع الناس اللي شغاله فيه معاكم كلكم خلال الثلاث سنين اللي فاتوا او اكتر، عقبال ما ابتدي المعدات تيجي وبتاع، خدت اكتر من 3 سنين، مش كده وليد ولا مش كده؟ طيب انا عايز اقول ايه، انا بتكلم بقى القطاع الخاص، وبتكلم حتى للشركات اللي اشتغلت معانا في هذا المجال، شركات محليه زي حسن علام وغيره دكتور مصطفى وكل اللي اشتغل، انا بقول لك دلوقتي انت عرفت المسار مش كده، ده مسار انتوا عقبال ما عملتوه خدت وقت كتير فيه، وقبل ما يعني المكونات المشروع والطرح والكلام اللي هو بيتعمل ده عشان المعدات دي تيجي، ثم 60% اللي انتوا قلتوا عليهم كمنتجات بتتعمل في مصر والباقي ممكن يتم استيراده من الخارج.
الكلام ده انا ما كلمتش معاك يا دكتور حمد، انا كلمته معاهم قلت لهم ايه؟ سؤال، حجم الاحتياطات اللي موجوده هنا تكفي قد ايه؟ وحجم الطلب العالمي قد ايه؟ ده كان سؤال اللي انا قلت على مقتضاه، هل في فرصه اكتر من ده؟ يعني يتعمل مشروع واثنين وثلاثه ولا لا؟ لان ممكن يكون الطلب هو اللي بيحدد يعني. فكان السؤال بقوله وبسمعه للقطاع الخاص. من اول المشروع ده متاح دكتور مصطفى؟ ايوه متاح لكم ان انتوا تخشوا فيه طبعا، اللي عايز يتفضل. والكلام ده بقوله في كل مشروع افتتحه عشان طب بتقول لي طب احنا ما اديتناش الفرصه من الاول ليه؟ الفرصه طب ما كانت موجوده على مدى 40 50 سنه دكتور حامد. صحيح يا فندم. لا بامانه يعني. اه يا فندم مش كده؟ هو بدا في السبعينات بقى ياخد الحيز الاكبر من الدراسات، كانت في السبعينات الثمانينات، لكن هو قبل كده كمان. يعني انا عايز اقول كاكتشافات، انت قلت 1922 1930 كيعني بقى احنا عارفين ان في حاجه زي كده في مصر، ولكن كاجراءات تتعمل عشان يطلق مشروع زي كده ما جاتش فرصه. صحيح. هقول ما جاتش فرصه، مش هقول اي حاجه تانية، لان ما حدش ابدا هيبقى شايف ان في خير ويا دكتور مصطفى، ولا بقى احنا بنظلم الاخرين وبنظلم نفسنا في الكلام. لا، اي حد في مصر مسؤول اي مكان موقعه هيبقى حريص على ان هو لو في مجال لخير هي ايه هيعمله. فلكن ما حصلش، ما جاتش فرصه يعني. بقول الفرصه جت بايه؟ بان في مسار احنا نجحنا فيه دلوقتي وعرفنا تفاصيله، وبقى في حاجه اتشكلت وخرجت للنور في المشروع ده. الاجابه اللي انتوا عايزين تسمعوها ان دراسات الجدوى، انا بقول الكلام ده للي بيهتم بالشغل ده، اللي عايز يخش في مشروع زي ده، بقول له دراسات الجدوى بحجم الاحتياطيات تخليك تخش تشتغل في الموضوع ده وانت مستريح قوي. دي واحد. نمرة اتنين، طلب السوق العالمي لهذا الموضوع كبير جدا جدا، يلبي اي منتج انت هتطلعه، يتبقى جزء في القيمة المضافة اللي طرحت هنا. ده موضوع تاني خالص يعني. في خامات ما لهاش قيمة مضافة ابدا، هي هتتباع خامات كده، وفي خامات طالعة ممكن يتعمل منها شغل في مصر، قد يكون هيكلف كتير عشان يطلع، وخبرات كبيرة برضو. كل ده بنقوله عشان البيانات اللي موجودة عندنا دكتور حامد اتفضل، وجهاز الخدمة الوطنية وكل من هو معني بالموضوع دوت، البيانات والمعلومات يا دكتور مصطفى المتاحة للمشروع متاحة للكل، للي عايز يشتغل في هذا الأمر. ليه بقى؟ ده يا وليد، انا بقول ايه؟ قلت السؤال واجابته، قلت هل الاحتياطات اللي موجوده تكفي ان حضرتك تحط استثمارات لهذا الموضوع؟ طب حجم الطلب العالمي على المنتج اللي طالع موجود؟ يبقى فاضل ايه؟ فاضل ايه يا دكتور مصطفى؟ نعمل المشروع. ما قلتش الدوله بقى، ما قلتش ايه؟ ما قلتش الدولة، لا بقول تاني للقطاع الخاص، حتى للشركات اللي ابتدت تشتغل فيه تخش تتحرك معانا. طب تعمل كم واحد؟ كم مصنع زي كده أو كم مجمع زي كده؟ واحد، اتنين، عشرة؟ أنت بتتكلم الكيلو بياخد سنة؟ تقريبا دكتور حامد مش كده؟ تقريبا الكيلو بياخد سنة؟ نعم. طيب أنت بتتكلم في 400 كيلو مش كده يا دكتور مصطفى؟ ده اللي انتوا اتاكدتوا منه صح؟ صحيح. يعني لو فرضا يعني في شركه واحده تقدر تشتغل كده 400 سنه. صحيح. طب لو 10 شركات؟ مش كده ولا ايه؟ طبعا. فطب يلا، انا بقول كده للشركات تاني عشان في فرصه للموضوع دوت، حتى على ضوء المؤكد دلوقتي. احنا في كلام تاني شغالين في نشوف. نعم. هل في فرصه تانية زي ما قال كده في بحيره ناصر وبرنيس وحته تانية وممكن او ان احنا كمان يبقى فيها الشغل ده. اذا ممكن نعمل مصنع واثنين وثلاثه واربعه سواء بشركات القطاع الخاص
او لو هي عايزه تخش حتى في شراكه مع الدوله. دكتور مصطفى احنا ايه جاهزين، جاهزين يعني ايه؟ المشروع ده تقريبا يعني 200 مليون دولار يا وليد تقريبا، لا كله على بعضه يعني هنقول ال 4 مليار جنيه. يعني لو حبيتوا تعملوا مصنعين 3 4 يعني هيكلفوا 20، بس انا بتكون على المكون الدولار اللي فيهم. بس خلي بالكم كل المنتج اللي بيطلع من هنا بيتم تصديره في الغالب يعني، ولا انا دكتور حامد؟ ايوه فندم. يعني هيبقى فرصه انك انتوا تصدروا يا دكتور مصطفى شويه بال طبعا بالعمل الحر. عايز تقول حاجه؟ اتفضل. لا يا فندم، هو يعني احنا بنشكر سيادتك على الفكر والطرح اللي سيادتك كله بتشجيع القطاعات المعنيه والقطاع الخاص بالمساهمه، لان المناطق اللي سيادتك تفضلت وذكرتها في الجنوب ده فيها تركيزات اعلى من اللي احنا بصدده اليوم، يعني تركيزات مضاعفه، تركيزات يعني مضاعفة. عايز تقول الجدوى بتاعته اعلى من هنا؟ اه طبعا طبعا سيادتك. فانا عايز اقول ايه لكل الشركات المصريه حتى لو ما كانتش معنيه بالموضوع الثوره المعدنيه، مش لازم يعني شركات، يعني اي شركه من شركات التطوير العقاري الكبيره او المقاولات الكبيره، الرقم اللي بنتكلم فيه مش كبير، لكن في النهايه ده مشروع بيدار بشكل يعني بعائد طيب جدا جدا، يزيد عن ال 20-25% وليد ولا؟ عائد فندم من التصدير 100 مليون دولار وبيوفر استيراد ب 50 مليون دولار. طيب احنا بنتكلم على عائد، لان اي حد في القطاع الخاص هيبقى بيفكر في العائد بتاعه يعني. فبنقول له خلي بالك ده ليه عوائد كويسه قوي، ولو احنا قدرنا نعمل الصناعات القيمه المضافه ليه ده موضوع تاني خالص. طبعا. طب انا بقول كده ليه؟ بقول للقطاع الخاص شكل مجموعات متوافقه مع بعضها، انتوا اصدقاء وبتشتغلوا مع بعض، فكروا ان انتوا تقولوا طب هنعمل كيان نحط فيه مثلا 25-30 مليار جنيه بتدفقات ماليه، المشروع ده ممكن يخلص في سنتين، مش كده يا وليد ولا ايه؟ تمام. دلوقتي سنتين خلاص، الدراسات جاهزه دلوقتي. لا انا اقصد اقول حتى المسار اللي احنا مشينا فيه خد مننا وقت، لكن هم مش هياخد وقت كده. تاني. مش كده؟ مش اتحاد الدراسات تاني. طيب فانا بقول في سنتين، يبقى انا النهارده لو قلت في 20-25-30 مليار جنيه من القطاع الخاص شغال في الموضوع ده بتدفقات ماليه خلال سنتين، هيكون عندنا مصنعين 3-4 اكتر، وزي ما انتم شايفين الفرصه كده. بقول الكلام ده دلوقتي ليه؟ عشان احنا ما عندناش وقت او فرصه نضيعها نقول ايه طب ماشي بقى ان شاء الله نبقى نفكر. لا مفيش نفكر الحاجه، الحمد لله رب العالمين. وانا بكلمكم انا مش اول مره اسمع الموضوع دلوقتي، صحيح، واول مره تشوفونا واحنا بنفتتحه النهارده، لكن لا ده الموضوع متابع بدقه شديده، ويعني عشان دي فلوس بنحطها وعندنا امل انها تجيب لنا حاجه. ده جنب ده جنب ده جنب ده، توم البلد يا دكتور مصطفى تطلع ايه؟ تطلع لقدام. صحيح. فارجو ان احنا رسالتي تصل للقطاع الخاص، احنا مستعدين، خشوا لوحدكم هنساعد معاكم، عايزين تخشوا بشراكه مفيش مشكله، بس عشان نقدر نعمل اكتر من مجمع من المجمعات اللي احنا بنتكلم فيها دي. فقبل ما بشكر الدكتور حامد وبشكر كل القائمين على العمل ده، وبشكر الدكتور شاكر، يعني الدكتور شاكر دايما الخير معاه يعني، فبشكر الدكتور شاكر على افتتاح المشروع ده. وطبعا يعني انا شايف ان كل الامور الاساسيه اللي انتم محتاجينها بقت متوفره، سواء كانت ميه معالجه، تحليه بحر، او الكهرباء او الطرق، وهنكمل يعني. فاحنا بنشكر كل الشركات المدني، شركات التعدين، كل اللي اشتغل في هذا المشروع، بوجه لهم التحيه والشكر. بقول اول مره نقدم على خطوه في هذا المجال في مصر، فبالتالي انتوا هتبقوا رواد لهذا العمل. ربنا سبحانه وتعالى يجعل فيه خير كتير، ونتحرك ونبقى نفتتح مجمعات زي كده
الدولة تفتتح إن شاء الله خلال السنوات القليلة القادمة. في النهاية بنشغل ناس، في النهاية بنجيب عوائد بالعملة الحرة كويسة، بنوفر فلوس احنا كنا بنشتري بيها منتجات زي كده، هنبقى احنا بنطلعها من عندنا بتتباع جوه السوق في مصر يعني. بعد كده خلي بالكم للناس برضو تعرف ان بعد ما بينتهي المشروع هنا بقت الشواطئ اللي موجودة ديت، يعني احنا لما جم كنا عاملين مشروع لرشيد، فالدكتور مصطفى قال لي طب كده احنا هنوقف الخطة بتاعت رشيد اللي هو الكام كيلو اللي احنا عايزين نعمله. انا بقول لكم عشان تبقوا بس عارفين الموضوع مش وليد، لا ده دولة بتفكر في كل شيء بما في ده. فكان كلامنا ان احنا في نهاية الاستخراج للمنطقة دي بقت المنطقة دي جاهزة تماما انها تشتغل للتنمية، تعمل عليها شواطئ وتعمل عليها سكن وتعمل عليها مشروعات لصالح الناس اللي هم اهالي المواجهة ال 400 كيلو او ال 500 كيلو اللي احنا بنتكلم عنها من 8 مناطق دول. شكرا جزيلا وبشكرك دكتور. شكرا فندم، كتر خيرك. شكرا.